الضالين ولا الضالين. الحمد لله فالق الحب والنوى، الحمد لله الذي على العرش استوى، الحمد لله في الأولى والآخرة، له الحكم والأمر وإليه ترجعون. سبحانه قلوب العباد إليه مفضية، والسر عنده علانية، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ند له، ولا مثل له، هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة دائمة زكية طاهرة لا تنقطع إلى يوم الدين، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجه نبينا صلى الله عليه وسلم الكريم. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقكم بحضوركم وبحرصكم وبطلبكم للعلم سعادة الأبد وسعادة الدارين، وأسأله سبحانه وتعالى وهو بكل جميل كفيل وهو على كل شيء قدير أن يرزقكم الفهم المستنير والرزق الواسع الوفير والبركة والتوقير في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وأهنئكم بشهر شعبان، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في شعبان وأن يرزقكم فيه التحول كما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام، فتتحولون أنتم أيضا من المعصية إلى الطاعة، ومن الكسل إلى العمل، ومن الجهل إلى العلم، ومن القعود إلى أن تكونوا مع الركب، ومن كل شيء لا يرضي رب العالمين إلى كل شيء طيب يرضيه عنا إن شاء الله. وأسأله أن يقدر لكم في شعبان توبة طيبة تغير أقداركم إلى ما يرضيه عنكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بلا ذنب، وأن يخرجنا منه مغفورا لنا على ما كان منا. ربنا إننا نقر بذنوبنا ونعترف بتقصيرنا، فلا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا تخجلنا في الآخرة، اللهم لا تخزنا يا أرحم الراحمين يوم يبعثون، اللهم آمين. نستكمل الكلام على تصريف العز. تصريف الإمام عز الدين الزنجاني كنا توقفنا فيه في المرة الماضية عند الكلام على الفعل المعتل، ومررنا بأول نوع من الأفعال المعتلة وهو الفعل المثال، واتفقنا على أن العلماء قالوا للفعل المثال مثالا من ناحية أنه يشابه الصحيح، وقلت لكم أيضا فيه توجيها آخر وهو أن المثال كأنك مثلت به، والمثلة المثلة هو تشويه لوجه الإنسان. حين يقولون مثلا في الحروب، يعني هذا طبعا منهي عنه في الحرب، حين يقال أسر فلان أو قتل فلان ومثل به، ما معنى أنه مثل به؟ يعني مثلا شوه وجهه، وجه الفعل فاؤه، وجه الفعل فاؤه، فإذا كانت الفاء حرف علة يعني حرفا ضعيفا كأنه مثل بالفعل. لكن طبعا التوجيه اللغوي المعروف عند العلماء هو ما أثبته العزي رحمه الله في هذا الكتاب، أو الإمام الزنجاني رحمه الله، من قوله إنه مثال لأنه يماثل الصحيح في احتمال الحركات. اليوم معنا نوع جديد من أنواع المعتل. اتفقنا في المرة الماضية على أن المعتل ثلاثة، فنوع اسمه مثال، ونوع اسمه أجوف، ونوع اسمه ناقص. هذه الثلاثة
باعتبار وجود حرف علة واحد. يعني إن كان موجودا في الفعل حرف واحد فتتنوع أنواع الفعل المعتل إلى هذه الثلاثة: مثال وأجوف وناقص. فإن اجتمع في الفعل حرف علة انضم إلى أنواع المعتل نوعان آخران، هما النفيف المقرون، ومعنى مقرون يعني حرف العلة متجاوران، أو النفيف المفروق. وهذا يعني أن حرف العلة يعني أن حرفي العلة متباعدان. جميل. ومررنا بالنوع الأول هو المثال. اليوم معنا النوع الثاني وهو المعتل العين. معتل العين أو يسمونه الأجوف، النوع الثاني من الأنواع من أنواع الأفعال المعتلة، الأجوف. طيب ببساطة وبيسر وباختصار، ما هو هذا الفعل الأجوف؟ الأجوف هو ما كانت عينه حرف علة، ما كانت عينه. لاحظوا أننا لم نقل ما كان الحرف الثاني منه، ولم نقل ما كان جوفه أو وسطه، قلنا عينه، لأننا اتفقنا في الميزان الصرفي أن الفعل المصور بفعل مكون من الفاء والعين واللام، فجوفه هو العين. لكن سنفترض أني عندي فعل مثل مثلا استغفر، وزن استغفر استفعل، هل تستطيع أن تحكم على أن في هذه الكلمة استغفر وهي سداسية أن فيها حرفا وسطا تماما؟ لا يمكن، لأنها سداسية ليست سباعية ولا خماسية. لو كانت خماسية لقلنا هنا حرف في المنتصف وعن يمينه حروف وعن شماله حروف متساوية، لكن هذا فعل سداسي. لذلك نحن نقول ما كانت عينه حرف علة، وحين نتكلم عن الناقص نتكلم كذلك ما كانت لامه حرف علة. نحن لا نتكلم عن العدد، إنما نتعامل بلقب، لقب الحرف. فما كانت عينه حرف علة، فأنا عندي فعل مثل الفعل الصام كما سيكون في رمضان إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. صام وزنه فعل، هذه الألف مقابلة لماذا؟ العين. فهذا اسمه فعل أجوف. لما كان أجوف؟ لأن عينه حرف علة. طيب سنفترض أن عندي الفعل يصوم، ما وزنه؟ يفعل، هذا عينه أيضا حرف علة. طيب سنفترض أني عندي فعل مثل استقام، ما وزنه؟ استفعل، هذا أيضا عينه حرف علة. إذن ليس هناك فرقا بين أن يكون الفعل ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، أنا لا يعنيني هذا، إنما يعنيني إذا كانت العين حرف علة فهو فعل أجوف. انتهينا من هذه النقطة. إذن الفعل الأجوف هو ما كانت عينه ماذا؟ حرف علة. يقال لهذا الفعل الأجوف، له من ألقابه يعني، يقال له ذو الثلاثة. ذو ماذا؟ الثلاثة. وسيأتي معنا فعل أيضا سيقال له ذو الأربعة. هذه الألقاب أحيانا يسوقها العلماء من باب الإلغاز ومن باب التدريب، يعني يريد أن يدرب الطالب على تحريك العقل وعلى إجراء التفكير. لماذا يسمى ذا الثلاثة؟ وهل هو يبقى الفعل الأجوف؟ هل الفعل الأجوف يقف عند هذا أو عند هذا أو عند هذا، أو يكون في أي وزن؟ هو في أي وزن، يكون في الثلاثي وفي غير الثلاثي. إذن لماذا قيل له ذو الثلاثة؟ قالوا لأن الغالب على الأجوف الثلاثي إن نسبته لنفسك للمتكلم يعني بقي على ثلاثة أحرف. كيف يعني؟ أنا عندي الفعل صام باع قام نام خاف زار بار دار، كل هذه الأفعال ثلاثية. حين أتكلم عن نفسي أنا أو أتكلم عنا جميعا ماذا أقول؟ إما أتكلم بتاء الفاعل التي تعنيني أنا، كقولك مثلا صمت قمت نمت بعت أنا، أو أقول عنا صمنا بعنا، هكذا. حين نقول صمت أنا كم حرف هذا؟ الصاد والميم والتاء، صمت. طيب هو كان في الأصل ماذا؟ صام، المفترض أن تضيف إليه تاء الفاعل فيبقى على أربعة، لكن بقي على ثلاثة.
وهذه لها سر، وليس سرا صعبا، لكنه سر مبني على أن اللغة العربية لغة التخفيف، لغة طيبة يعني حريصة على أن اللسان يكون خفيفا في النطق. حين تنسب إلى الفعل باع، أو تنسب الفعل باع إلى نفسك، أن تقول بعت، يعني أنا، بقي على كم؟ على ثلاثة، الباء والعين والتاء. حين تقول مثلا وأنت تريد أن تزور الرحم، تقول عن نفسك زرت، بقي على ثلاثة، فيقال له ذو الثلاثة، لأنه يبقى على ثلاثة أحرف حين تنسبه إلى نفسك. يقول وذو الثلاثة لكون ماضيه على ثلاثة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، نحو قلت وبعت. طيب، هذا الفعل المعتل العين أو الأجوف أو ذو الثلاثة نوعان، لأن الأفعال عموما في الأصل نوعان. طيب، مصباحة من هذه؟ الأفعال كم تنقسم؟ الأفعال لها أقسام كثيرة جدا، كل مرة تنقسم باعتبار مختلف. يعني أحيانا أنت تقسم الأفعال إلى ماضي ومضارع وأمر، هذا باعتبار الزمن، وأحيانا تقسم الأفعال إلى متعدي ولازم، هذا باعتبار الأثر، وأحيانا تقسم الأفعال إلى مجرد ومزيد، هذا باعتبار الحروف، هكذا. يعني الأفعال لها أكثر من تقسيم. هذا التقسيم يشبه تماما تقسيمكم أنتم الآن، حتى تتصور يعني أنتم الآن مجموعة مكونة مثلا من 20 أو 30 أو 40 مثلا، إلى كم تنقسمون؟ تنقسمون إلى أفارقة وأسيويين، هذا باعتبار الموطن، وتنقسمون إلى بيض وسود، هذا باعتبار اللون، وتنقسمون إلى طوال وقصار، هذا باعتبار الطول، وأنتم أنتم ما تغيرتم. فكذلك مجموعة الأفعال في اللغة العربية تنقسم أكثر من مرة، لكن كل مرة تنقسم باعتبار مختلف. فأنت مرة تقسمها باعتبار الزمن فتجدها ماضيا ومضارعا وأمرا، ومرة تقسمها باعتبار مثلا الحروف ثلاثية ورباعية وخماسية، ومرة تقسمها باعتبار حالة الحروف مجردة ومزيدة، وهكذا كل مرة تنقسم باعتبار مختلف. الإمام عز الدين الزنجاني بالرغم من أن هذا الكتاب كتاب مختصر وموجز، لكنه مركز جدا. فهو كلمنا أولا عن الفعل الأجوف المجرد. ما معنى قوله الفعل الأجوف؟ ما كانت عينه حرف علة. وما يقصد بقوله المجرد؟ ها، ما كانت حروفه كلها أصلية، يعني ليس فيها حرف زائد، كل حروفه أصلية. جميل. ماذا يعني هو بقوله المجرد؟ يقول فالمجرد منه، اسمع هذا، فالمجرد منه، ما المجرد منه؟ يعني الفعل الأجوف المجرد، يقول تقلب عينه في الماضي ألفا. كيف يقول هذا الكلام؟ يعني الفعل هذا صام الذي أخذناه، صام، خاف، دار، هذه أفعال ثلاثية، ماضية أو ليست ماضية؟ ماضية. أصلها هذا من الصوم، فأصله صوم، وهذا خوف، وهذا دور، هكذا. ما الذي جرى هنا؟ الذي جرى أن الواو تحولت إلى ألف. طيب، جرب في أفعال أخرى. الفعل باع، أصله بايع، الياء انقلبت إلى ألف. ما السر في هذا؟ هذا يسمونه في الصرف أيضا يسمونه الإعلال. الإعلال يعني حرف علة انقلب إلى حرف علة. طيب، ما المناسبة؟ يعني لماذا؟ لماذا لم تبقى كلمة صوم كما هي ونقول صوم وانتهينا؟ لأن الفعل هنا الواو محركة وقبلها فتحة، الواو محركة وقبلها فتحة، الواو محركة وقبلها فتحة، الياء محركة وقبلها فتحة. تحرك حرف العلة جعله متأرجحا غير مستقر، ثم سبق بحركة الفتح التي يناسبها أن يأتي بعدها ألف. لأجل هذا تحرك حرف العلة وسبقه بفتحة ترشح الألف انقلب حرف العلة إلى ألف، فصار الفعل الثلاثي سواء كان أصله واوا أو كان أصله ياء لا بد أن ينقلب إلى ألف. فأنت ترى في كل الأفعال الثلاثية التي في وسطها ألف، قال، باع، نام، زار، دار، خار، حار، كل هذا أصله إما واو وإما ياء، ليس عندنا هذه الألف الأصلية في المنتصف، إما أصله واو أو أصله ياء. طيب، كيف نعرف هذا الكلام؟ رد الفعل إلى مصدره.
أو رد الفعل إلى مضارعه، أو رد الفعل إلى استعمال من استعمالاته، ستجد الألف ردت إلى أصلها، تظهر في بعض تصاريف الكلمة. وأنتم يعني كما أشرنا من قبل ونحن نتكلم عن الحروف الأصلية والحروف الزائدة، أشرنا إلى أن الحرف الأصلي هذا هو يبقى في كل التصاريف، لكن وأنت تقلب الكلمة من ماضي إلى مضارع إلى أمر إلى اسم فاعل مفعول اسم زمان اسم مكان، كلما صرفت الكلمة سيأتي في واحدة من هذه المشتقات وهذه التصاريف أن يرجع الحرف إلى أصله الذي انقلب عنه. فإذا كل ألف في الفعل الأجوف من مثل صام وباع وقام ودام وهكذا، كل ألف أصلها إما واو وإما ياء. فهو يقول فالمجرد منه، وأنتم تلاحظون هذا مجرد يعني ليس في حرف زائد، مجرد، فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا سواء كان واوا أو ياء. السر في هذا لتحركها وانفتاح ما قبلها. طيب مثل صان وباع. طيب هذا الفعل المجرد الأجوف إذا اتصل به ضمير المتكلم، ما ضمير المتكلم؟ المتكلم التاء أنا يعني، أو عنا، هذا ضمير المتكلم، لكن ضمير المتكلم هو المفرد أنا عن نفسي، أو المتكلم عن جماعة فهو نا الفاعلين، أو المخاطب. ما هو المخاطب؟ تلفاعل أنت أو تلفاعلة أنت أو أنتما أو أنتم أو كل هذا للمخاطب، أنت تخاطب به. أو جمع المؤنثة الغائبة، ما جمع المؤنثة الغائبة؟ هن يعني. طيب إذا اتصل بهذا الفعل المجرد، الفعل المجرد الأجوف واحد من هذه الضمائر، ما الذي يجري؟ نقل من الوزن إلى وزن آخر، وأنتم ربما لا تلاحظون الوزن لأنه لن يظهر. لماذا لن يظهر؟ لأن الفعل حينئذ يجري عليه ما يسمونه إعلال بالنقل والتسكين. ما النقل والتسكين يعني؟ يعني أحيانا ينقلون الحركة من حرف إلى حرف ساكن، ويأخذون الحرف الساكن، هذا السكون الذي على الحرف الساكن، يضعونه على الحرف. فأنت تتصور أنك حين تقول مثلا فعل يصوم، هو يصوم هكذا، لكن ليس أصله يصوم، أصله يصوم، يصوم، فوزنه حينئذ ماذا؟ يفعل. فحين تزن كلمة يصوم لا تقول يفول، ليس يفول ولا يفعل، ليس هكذا، إنما يصوم وزنها يفعل، فأنت تزنها على أصلها. وهذا هو من المواطن التي يخالف فيها الميزان ما جرى عليه ظاهر الكلام. سأوضح لكم بالرسم الآن بالكلام. فهمتم؟ ما فهمتم؟ صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب سأقول مرة أخرى، هذا الفعل المجرد الأجوف، المجرد الذي عينه حرف علة، الأجوف الذي عينه حرف علة، والمجرد والذي حروفه كلها أصلية، إذا اتصل به ضمير متكلم يعني تاء المتكلم، أو ضمير الخطاب تكلم واحدا أو واحدة أو اثنين أو جماعة من الذكور أو الإناث، أو ضمير الغائبة المؤنثة، إذا اتصل به واحد من هذه الضمائر تحول وزنه من فعل الظاهرة التي وزنها هنا صوم، هذه صوم وزنها فعل، وكذلك بقية الأفعال، تحول من فعل إلى وزن آخر، هذا الوزن الآخر سيكون يفعل أو يفعل. لماذا؟ يفعل فيما أصله واو، ويفعل فيما أصله ياء، والوزن يكون على الأصل ليس على الصورة الحاضرة الآن. يقول نقل فعل من الواوي إلى فعل ومن اليائي إلى فعل دلالة عليهما، دلالة عليهما يعني كأنه يذكر المتكلم والمتعلم إلى أن أصل الحرف واو بوجود الضمة في الوزن، أو أصله ياء بوجود الكسرة في الوزن، ولم يغير فعل ولا فعل إذا كان أصليين، وتنقل الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين لالتقاء الساكنين. هذا كلام كثير كثير كثير، تعالوا نفصل واحد واحد. أنا عندي هو مثل لكم بالفعل صانع، ترون هذا الفعل؟ ما هذا الفعل؟ صانع، أيوة، ما أصل صانع؟ صونة. من أين عرفتم أنه صونة؟ ما المضارع؟ يصون ولا يصين؟ يصين، يصون، يصين، متأكدون؟ طيب جميل، إذا صانة أصلها ها؟
صوانا بالواو، عرفناها لأن المضارع من صانا يصون، فأصل الألف واو. طيب قلنا وزن صانا أصلها صوانا، وزنها فعل. جميل. هذا صانا مجردا ليس فيه مشكلة، جرى فيه ما يجري في كل فعل أجوف مجرد من أن واوه قلبت إلى ألف، ليس هناك مشكلة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت صانة، ما لا بأس. لكن عندي الآن أقول صانة للمفرد، هو صانة العهد مع الله، وهما صانة العهد مع الله، وهم صانوا العهد مع الله، ليس هناك مشكلة. إن أخذت صانة هذه هكذا للمفرد، أو قلت صانة للمثنى، أو قلت صانوا للجمع. هو يتكلم الآن عن المثنى ليس موجودا، وعن الجمع هم صانوا ليس موجودا، لكن أنا هو ما يتكلم عن نفسه ولا كلم بهذا الفعل أحدا. ها، لو أنه كلم واحدا من الناس أو تكلم عن نفسه، ما يقول في عن نفسه؟ هو يقول انظر إلى الفعل، كان صانا يقول ها هذه التاء اسمها تاء ماذا؟ الفاعل، وهذا اسمه صنتو. ما الذي جرى هنا؟ ما وزنه الآن؟ فلتو. صنتو وزنها فلتو. كيف يكون فلتو؟ لأن الألف هنا التي كانت مقابلة للعين، العين ليست موجودة، فأنا هذه الفاء موجودة وهذه اللام موجودة، فصار فلتو. طيب لو أن إنسانا تكلم أو كلم به اثنين، يقول صنتما فلتما، طب يقول الإناث صنتن فلتن وهكذا. طيب ويقول في اليائي، في الفعل اليائي اللي هو مثل باع هذا، أنا أصله ياء، أنا أتكلم عن واحد ليس موجودا، أقول هو باع واشترى مثلا، وهما باع وهم باعوا، هذا ليس فيه مشكلة. المشكلة لا تخافوا لا تخافوا، أصله لا تخوفوا المشكلة حين تتكلم عن نفسك أنت من الفعل باع، تقول بعت بعت، أين الألف؟ حذفت الألف، وتقول للرجل بعت، وتقول للأنثى بعتي، وللاثنين بعتما وبعتم وبعتن، إذن حذفت أو سقطت ماذا؟ الألف. هنا عندي الفعل، نحن كنا نقول صا وما هذا أصله، وباع بايع هذا أصله. هو يقول الآن إن هذا الوزن وزن فعل يتحول إلى وزن بالضم والكسر حتى يذكر على الحرف أو يذكر بالحرف المحذوف، فيصير فعل يصير إلى فعل، ويصير فعل إلى فعل، لكن فعل مع الواو وفعل مع الياء. فعندي الفعل صام الذي وزنه فعل يوزن على فعل حتى يذكر المتعلم والدارس بأن أصل العين واو، وقال له فعل صوم صوم. وعلى هذا لا تعجب حين ترى أن الفعل صوم هكذا صوم، من المنطقي جدا أن يكون مضارعه يصوم، لأن الحركة هي الحركة لم تتغير، فهمتم السر؟ فهو قال إن الفعل أصله واو تحول من فعل إلى فعل بالضم حتى يذكر بالواو المنقلبة، وباع يكون وزنه بيع فعل يعني ليذكر بالياء المنقلبة إلى ألف. طيب إذا بنيته للمفعول الفعل الأجوف يعني المجرد، نحن في الفعل الأجوف المجرد، إذا بنيته للمفعول، ما هو المفعول؟ الذي لم يسمى فاعله. إذا بني للمفعول يعني الذي لم يسمى فاعله، يقال في صانع صينة. كيف؟ الفعل المبني للمفعول، تذكرون حين كنا نقول الفعل هذا كتب كان هكذا، كنا نحوله للمبني للمفعول فنقول كتيبة. جميل. الآن أنا عندي فعل اسمه صانع هكذا، سأفعل فيه ما يجري على هذا الفعل،
أضم أوله وأكسر ثانيه. الألف لا تحتمل شيئا من هذا، الألف لا تتحمل حركة أصلا، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، الألف تبقى ساكنة طول عمر الألف هكذا. الألف في لغة العرب، في لغة العرب دائما ساكنة، وما قبلها يكون مفتوحا، لا يمكن أن تأتي إلا في هذه الصورة، لا يمكن أن تجد ألفا قبلها كسرة ولا قبلها ضمة، الألف ساكنة قبلها فتحة. طيب ماذا يجري حينئذ؟ بقي عندي الألف ساكنة، وأنا أريد أن أحول هذه الصيغة إلى مبني للمفعول. قلنا سأضم الأول، ماذا يجري لو ضممت الأول؟ عين جميل، ستكون صو وي نا، لأن قلنا الألف لا تتحمل حركة، فنحن رددنا الألف إلى أصلها الواو، وضممنا الأول وكسرنا الثاني باعتبار القاعدة الغالبة على كل الأفعال، كتب، قرئ، دخل، خرج، رسم، هدم، وهكذا. أيوة، ماذا فيها يعني، ما المشكلة؟ المشكلة اجتماع الواو مع الكسرة، هذه فيها ثقل، صوينا فيها ثقل على النطق. لأجل ذلك الذي يناسب الكسرة أن تكون الياء الواو ياء، فصارت ماذا؟ صوينا، هذه أثقل، صوينا هذه أثقل. ما الحل حينئذ؟ ما الذي دعا للثقل؟ الضمة وبعدها ياء مكسورة، فنقلت الضمة إلى كسرة فصارت صينا، صارت خفيفة جدا. قلها مرة أخرى، الفعل صان، هذا صان يصون، حين نحب أن نطبق عليه قاعدة البناء للمفعول. قاعدة البناء للمفعول تقول إني أضم الحرف الأول وأكسر الحرف الثاني في غالب الأفعال الثلاثية، فأنت تقول كتب وقرئ، وإذا قرئ القرآن فماذا تفعلون؟ قرئ، هكذا تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر. جميل، أنا أريد أن أفعل هذا الكلام في الفعل صانة أو الفعل باعة. تعال نجرب في الفعل باعة حتى لا يكون الأمر ثقيل. في الفعل باعة أضم الأول وأكسر الثاني، الألف لا تتحمل كسرة، فما الذي يجري؟ اضطررنا إلى أن نردها إلى أصلها. ما أصلها؟ الياء، وهي مكسورة طبقا للقاعدة البناء المجهول، فصارت بويعة ثقيلة، بويعة ثقيلة. ما الذي ثقلها؟ وجود الضم هنا، جعلناها كسرة فصارت بيعة وخففنا هذه، وهذا يسمونه أيضا إعلان كما قلت لكم بالنقل والتسكين، بيعة، نقلوا هذه الكسرة أحيانا عند بعض العلماء كما يقول، وبعضهم يقول بل الكسرة هنا بديلة أو خلفا من الضمة. هنا بعض الناس يقول ماذا؟ ما المشكلة أن يبقى الفعل صانة على هكذا، صونة هكذا؟ ما المشكلة أن يبقى الفعل صونة بالضم هكذا وتحتها كسرة؟ فيه ثقل، الثقل دائما الناتج من اجتماع الواو مع الياء، أو الواو حين تكون مكسورة، هذا ثقل. واتفقنا من قبل أكثر من مرة، نبهنا على أن اللغة العربية لغة خفة ولغة وجازة ولغة سلاسة، ولذا كانوا يعيبون جدا على العلماء أو حتى على طلاب العلم أو حتى على الناس الذين ينتقون اللفظ الغريب الثقيل، دائما ما يميلون بطبعهم إلى السماحة حتى في اللفظة حتى في الكلمة. لذا لو أنه يعني لو رجعتم إلى كتب البلاغة تجدون درسا بعنوان فصاحة الكلمة ليس فصاحة الأسلوب، مع أن الأصل أن يكون الفصاحة في الكلام، لكن في فصاحة الكلمة، الكلمة في ذاتها، حين ويمثلون مثلا بقولك غدائره مستشزرات إلى العلماء، ثقل، مستشزرات ثقيلة، فهم يعيبون على هذا الكلام، ثم يعيبون على أن تجتمع الحروف القريبة من بعضها، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب مثل هذا، وليس قرب قبر حرب قبر. لكن المقصود يعني أقصد أنه العرب تحرص على اللغة الخفيفة المعبرة، لكن بعض الناس طبعا يعني حريص على أن يورد في كلامه كلاما ثقيلا عظيما، وكأنه يعني وكأن البلاغة في إيراد هذا الكلام الثقيل، لكن البلاغة لا تكون هكذا أبدا. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كله سماحة وكله سهولة وكله يسر، إنما أعطيت جوامع الكلم، ببساطة شديدة، الدين يسر، بعثت بالحنيفية السمحة، أمر يسير جدا ليس فيه معضلة، كلام لا يتعبك في النطق به. فلو أننا أبقينا الفعل على أصله
وجعلنا فيه الكسرة وقلنا صوينا فيه ثقل. الثقل ناتج من اجتماع الكسرة مع الواو. تقول لا بأس نحذف الكسرة، لا يجوز، لأن الكسرة كسرة قاعدة. ما معنى كسرة قاعدة؟ القاعدة تنص على أنك حين تحول المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول لابد أن تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر. فلو أنك غيرت الكسرة غيرت القاعدة. لذا كان السهل أن يتحول حرف العلة إلى حرف علة وتبقى كسرة القاعدة. فلذلك صار بالياء، لأن الياء مناسبة لماذا؟ الكسرة. ثم لما كانت الضمة أيضا ثقيلة مع الياء حولت هنا إلى كسرة. هنا الفعل بقى حتى تفهموا مسألة الإعلال بالنقل والتسكين، هذا الفعل صينا هكذا، افهم ضبطه تماما هكذا صينا، هذه ساكنة ليست مكسورة، أيوة، لكنها كانت في الأصل ماذا؟ صوينا، كانت ماذا؟ مكسورة. الكسر هنا ألغي من هذا الحرف وجلب له السكون، هذا الذي يسمونه إعلال بالنقل أو إعلال بالتسكين، يعني سكننا الحرف تبعا لماذا؟ أو طلبا لخفته، طلبا لخفته. جميل. فيقول وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع فقلت صينا إلى آخره، وإعلاله بالنقل والقلب، وبيعا وإعلاله بالنقل. طبعا النقل والقلب فرق بين النقل والقلب وفرق بين النقل فقط. ما هو النقل والقلب؟ النقل أن تنقل الحركة من حرف إلى حرف. طيب والقلب؟ يعني إذا اجتمع في الكلمة إعلال بالنقل والقلب، نقلت الحركة وقلبت الحرف. طيب وإذا كان الإعلال بالنقل فقط، نقلت الحركة فقط، هذا لا يسمونه هكذا. وتقول في المضارع يصون ويبيع وإعلالهما بالنقل، هذا يقصد هكذا يصوم أصله هكذا يصوم، ما الذي جرى؟ هذا هو الإعلال بالنقل، أخذنا الضمة وضعناها لهذا الحرف وأخذنا السكون أعطينا لهذا الحرف فصارت هكذا يصوم، لكن أصله يصوم. ويبيع أصله هكذا النقل خاصة الحركة. النقل خاصة بالحركة؟ يبيع أصلها يبيع لكن نطقنا لها هكذا يبيع. ما الذي جرى؟ أخذنا الحركة من هنا أعطينا لها هذا الحرف وأخذنا السكون من هنا أعطينا هذا الحرف، فهذا يسمونه ماذا؟ نقل أو تسكين، يعني نقلنا أو سكننا. طيب دخول الجازم على الأجوف. عندي الآن نحن ما زلنا في الفعل الأجوف المجرد، الأجوف المجرد ليس فيه حرف زائد. إذا دخل حرف جازم أو أداة من أدوات الجزم على الفعل الأجوف، ترون يكون ماضي أو أمر؟ إذا دخلت أداة الجزم على الفعل الأجوف المجرد يكون هذا الفعل الأجوف ماضي أو أمر؟ مضارع. جزم، الجزم لا يدخل إلا على من؟ إلا على المضارع، فلا يدخل على ماضي ولا على أمر. طيب إذا دخل هذا الجازم، أداة الجزم هذه دخلت على الفعل الأجوف المضارع، ما الذي يجري؟ تسقط العين. ما هي العين؟ حرف العلة الذي هو علامة أصلية تعلم الفعل من صام وقام وباع وكذا، لما حولناه ليصوم ويقوم ويبيع حين أدخلنا عليه أداة الجزم أصل صامة في المضارع هكذا يصوم، حين ندخل عليها أداة الجزم ما الذي يجري؟ لا، سنطبق عليها قاعدة الفعل الأصلي. ما قاعدة الفعل الأصلي؟ الفعل الأصلي كان هنا الفعل هذا يكتب، قلنا لم يكتب، يعني وضعنا سكونا على الحرف الأخير، هذا الفعل العادي الذي ليس معتلا ولا أجوف ولا ناقص ولا كذا. حين نطبق هذه القاعدة على الفعل يصوم نقول هكذا، أصلا هذا الحرف ساكن كان أصله قديما يصوم، جرى فيه ماذا؟
إعلان بالنقل أو التسكين صار يصوم. بقيت الأول الآن ساكنة، ثم لما جزمنا الفعل بقي الحرف الأخير ساكنا طبقا لقاعدة الجزم النحوية، فاجتمع عندي ساكنان وهذا لا يجوز. اتفقنا أكثر من مرة قلنا السكون مع السكون لا يصح، لأنه بمثابة أن يقول لك إنسان وأنت قاعد أقعد، وأنت قاعد يقول لك أقعد، وهذا لا يتصور ولا يكون. فهنا اجتمع ساكنان فلا يجوز أن يكون ساكنان متجاوران. فما الحل؟ ها؟ نحذف هذا الحرف، ما رأيكم في هذا الحل؟ لماذا؟ هذا الحرف الذي يتحمل الإعراب، الذي يظهر عليه الإعراب، لا يمكن أن نحذفه، ثم هو حرف صحيح قوي وفيه صحة، لكن هذا حرف ماذا؟ علة، عليل، مريض. فحذفنا هذا الحرف فصار لم يصم، لم يصم. لكن هذا الكلام على الفعل ماذا؟ الفعل الصحيح. طيب تعالوا نتذاكر قليلا، الفعل المضارع يجزم بكم طريقة؟ إما أن يجزم تكون علامة جزمه السكون، أو يجزم تكون علامة جزمه حذف حرف العلة، أو يجزم وتكون علامته حذف النون في الأفعال الخمسة، صح؟ وليس هناك آخر، إما حذف الحركة يعني بالسكون، أو حذف حرف العلة في الفعل المعتل الآخر، أو حذف النون في الأفعال الخمسة. لو أن الآن أتكلم عن الفعل الأجوف المجزوم، كم من الأفعال الثلاثة المضارعة هذه يأتي معي في الدرس؟ فكر معي، أقول مرة أخرى وأترككم تفكرون. قلنا المضارع يجزم في ثلاثة أحوال، إن كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف، وإن كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف. جميل. نحن الآن نتكلم عن الفعل الأجوف المجرد، إن جزم الفعل الأجوف المجرد كم من الأفعال هذه يأتي معي؟ الأول فقط؟ الثلاثة. من قال الثلاثة؟ خطأ. هذا الثاني يجزم بحذف ماذا؟ ما هو حرف العلة المحذوف؟ الأخير. وهذا فعل ناقص، ونحن في الفعل الأجوف، نحن في فعل الأجوف، فلا يأتي معي في الفعل الأجوف المجزوم المضارع إلا أن يكون صحيح الآخر أو أن يكون من الأفعال الخمسة. لكن لو كان من الفعل المعتل الآخر هذا ليس من الأجوف، هذا من الناقص، فلا يأتي معي. ها؟ إنما يأتي معي ماذا؟ الفعل الصحيح الذي يجزم بالسكون، أو الفعل من الأفعال الخمسة الذي يجزم بحذف حرف العلة. فإن كان الفعل يقول يدخل الجازم على المضارع فتسقط العين إن سكن، إذا سكن ما بعدها، سكن ما بعدها هذا يعني أنه فعل صحيح الآخر. طيب وتثبت إذا تحرك ما بعدها، يقول لم يصن أصله صان، ألف ساكنة ثم النون تسكن للجزم، اجتمع ساكنان فحذفت الألف، لم يصن، لم يصون. لماذا بقيت الواو هنا؟ هذا كان الفعل صان، صان، قلنا لم يصن للواحد، هو السر أنه كان أصله واو ساكنة والنون ساكنة، اجتمع ساكنان فحذفنا صار لم يصن، لكنه في إسناد الفعل إلى ألف الاثنين قلنا لم يصون. لماذا بقيت الواو هنا؟ لأن ما بعد الواو محرك وهو النون. لم يصون، لم يصون، هي عندي مشكلة؟ ليس عندي مشكلة. تقول هذه النون محركة، نعم هذه محركة، الأصل فيها ماذا؟ أن تكون ساكنة. الجزم ماذا يحدث في الفعل؟ في الفعل الصحيح يسكن آخره. جميل. هنا تحرك الحرف لم يسكن، وسر عدم السكون أنه اعتمدت عليه الألف، ألف الاثنين، لأن ألف الاثنين كما قلت لكم أو الألف عموما لابد أن يكون مسبوقة بماذا؟ بفتحة، لأنه لا يمكن أن تنطق بالألف إلا مفتوحا ما قبلها، فالألف احتاجت إلى فتحة فيما قبلها حتى ننطق به. بعضكم قد يكون نحذف الألف، فكيف تعبر عن الاثنين؟ لا يصح. فإذا الألف وأنت تحتاجها للتعبير عن الاثنين، ووجود الألف مرهون بوجود الفتحة لأنه لابد أن تعتمد عليها، ففتح الحرف الساكن فبقي الحرف مفتوحا وهذا ساكن، فلا بأس، لا يجتمع ساكنة، فتبقى الواو ولا تحذف، أو تبقى يعني العين ولا تحذف، عين الفعل يعني. فيقول فهمتوها ولا صعبة؟ نقولها مرة تاني؟ مرة تاني؟ مرة تاني، لا بأس. الفعل يصون، الفعل صان، هكذا حين جزمناه قلنا لم يصن أصله لم يصون،
الأصل في المضارع أنه حين يجزم آخره يسكن، وهذه الواو ساكنة، اجتمع ماذا؟ ساكنان. لا يمكن أن نحذف النون لأنها حرف إعراب، يقع عليها الإعراب، فبقي عندي أن أحذف حرف العلة الضعيف، فصارت لم يصل. واضح؟ جميل. لكن لما أسند الفعل إلى ألف الاثنين قلنا لم يصونا دون أن أحذف الواو. لماذا؟ ما السر؟ لأن سبب حذف الواو هنا ماذا؟ اجتماع الساكنين. هنا ليس عندي ساكنان. لماذا؟ لأن النون تحركت بسبب الألف، فبقيت الواو ساكنة والنون محركة، فلما يجتمع فيها ساكنان فلم تحذف عين الفعل، يقال لم تصونا، لم يصنا إلى آخر التصريفات، وهكذا قياس لم يبع إلى آخره. طيب طبعا أترك لكم الباقي وأنتم مهرة يعني بالأمثلة وأنتم تقرؤون. لم يخف، لم يخاف، لم يخاف، كل ما جرى على المثال يصان، ولم يصن ولم يصون هو يجرى أيضا على باع، لم يبع، لم يبيع، وهكذا، وكل الأمثلة. دخول نون التوكيد، نحن الآن نتكلم كل هذا في الفعل لأجوف المجرد، ما تكلمنا عن المزيد بعد. دخول نون التوكيد على الأجوف، نون التوكيد كم نون للتوكيد عندي في العربية؟ نونان، واحدة خفيفة وواحدة ثقيلة. إن دخلت النون الخفيفة على الفعل أو دخلت الثقيلة، انظروا أو راقبوا بآذانكم كيف يتحرك وكيف يتغير الفعل. حين نؤكد نقول صوننا، ما هذا الكلام صوننا؟ أريد منكم أن تشرحوا معي أو تفكروا معي في هذا الفعل، ما أصله؟ صوننا، من يشرح هذا الفعل؟ من يشرح؟ قل. أصبننا في الحقيقة. ها؟ أصبننا، كان يصون الأمر منه أصبن. لا لا. فكيلا جاء أصبننا. لا لا لا، صوننا من الصيانة. من الصيانة، أنت تأمر إنسان أن يصون الهاتف مثلا، أن يحفظه يعني، يجري له عمليات صيانة، فأنت تقول له صونن هاتفك وإلا فسد مثلا، صونن عقلك من الأفكار المنحرفة، صونن بالتأكيد. ما أصل هذه الكلمة يعني، كيف تجريها؟ أيوة أصله أصله أص و ثم ايوه يعني هكذا يعني تقصد ماذا يعني؟ ما الذي وصل بنا الى هذه الصوره صوننا؟ ليس، لا اقصد النونان. الان الفعل اصلا كان اصله ماذا؟ صان. لما تعاملت معه كمضارع قلت يصون. حين احول المضارع الى ماضي اول ما افعل اهدف حرف المضارع او المضارعه، فبقي معي الفعل على صون. لكن نحن نتفق على أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع، وهنا المضارع يجزم بالسكون، وحين يجتمع ساكنان هنا لابد من حذف الواو، فالأمر المجرد يقال له صون. من أين أتت هذه الواو؟ لما ماذا؟ ايوه احسن، لما لم يجتمع الساكنان الذي يجعلني احذف الحرف العله اجتماع الساكنين. نحن هنا النون هذه لما جاء بعدها نون التوكيد، ونون التوكيد مكونه من حرف ساكن ومتحرك، ها، احتاجت الى تحريك ما قبلها، فلما تحرك ما قبلها لم يجتمع ساكنان، فبقيت الاول لم تحذف، فصارت صونن. وهكذا في بقيه افعاله، يقول صونن صوناني. طيب لماذا مع ألف الاثنين قال صوناني؟ ما اجتمعش ساكنان. فين؟ في الواو صونا. أيوة، لماذا أبقى النون؟ لماذا أبقى النون؟ ها؟ عشان الألف. أيوة، يعني نحن أبقينا النون هنا عشان استقبلت نون التوكيد الثقيلة. طيب هنا في المسند إلى ألف الاثنين قال هكذا صوناني، لماذا أبقى النون هنا؟ لا، مش مسألة إعراب. لا، تعال نفكر، هو في الفعل ده الأمر المجزوم، ما الذي يحذف فيه؟ هذا يبنى على السكون، اتفقنا، لكن لم يبنى على السكون هنا لوجود مين؟ فصارت هذه مفتوحة. طيب ما هو تحذف الواو؟ لا تحذف الواو لأن ما فيش ساكنان. طيب لماذا بقيت النون؟ لأنه لو حذفت النون بقي هذا ساكن وهذا ساكن.
هذا ايضا نفر منه فصار صوناني، ونون التوكيد ثقيله في العقد. يقول صوناني صوننا صوننا الى اخره. طيب خلينا سريعا نتكلم عن الاجوف المزيد. الان تكلمنا عن الاجوف ماذا؟ المجرد. الاجوف المزيد فيه اربعه افعال فقط مهمه ان تفهمها، اربعه افعال فقط مهمه ان تفهمها. ما هو يقول مزيد الثلاثي لا يعتل منه، ما معنى قوله لا يعتل منه؟ ما معنى قوله لا يعتل؟ يعني لا يقلب حرف العلة إلى غيره إلا في أربعة أفعال. لاحظ كل الأفعال الثلاثية التي قلنا عليها، قام باع نام زار دار حار خار، كل هذه الأفعال مقلبة، أصلها إما واو أو ياء. لكن في المزيد، في المزيد ليس إلا أربعة أفعال فقط هي التي يرى فيها الإعلال. هذه الأفعال ما هي؟ أجاب، وأصل أجاب أجوب، أجاب يجيب إجابة، والفعل استقام، والفعل انقاد، والفعل اختار. هذه الأربعة أفعال فقط هي التي حصل فيها الإعلال، ليس إلا، ليس بقية الأفعال يعني. ونتوقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة من تحويل الفعل الأجوف إلى اسم فاعل واسم مفعول، ثم نستأنف الناقص واللفيف إن شاء الله. وإن شاء الله يعني وعدنا من العلماء، من السادة العلماء، أنهم سيحضرون معنا مجلس الختم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم الصحيح والفهم السديد، وأن يرزقنا وإياكم بركة هؤلاء العلماء الذين أخلصوا لله عز وجل في أقوالهم وأعمالهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعيد حضر.